السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تجريع الأغنام. الأداة المستخدمة في تجريع الأغنام إبرة 60 سنتي زي اللي ظهر قدامكم دلوقتي. طبعا أنا ما عنديش حاجة هنجرها دلوقتي، بس هنسحب مية بس وهنوريك إزاي هتشرب. تسحب بيها الكمية اللي أنت عاوزها، وبتجرى الأغنام كالتالي. امسك يا عمر، تمسك الإبرة تدخلها في بقها، تأكد إنها فوق اللسان، ما تكونش تحت اللسان، إنها بتسد الإبرة باللسان، وتشرب واحدة واحدة، وتأكد إنها بتبلع. تأكد إنها بتبلع واحدة واحدة عشان ما تشرقش، ان لو دخل الدواء مكان الهواء هتشرق وممكن تموت منك. واحدة واحدة بالراحة، ما فيش اي حاجة تكبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.